اهلا وريداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا في العنوان هو جوله في واحد المحل. مشيت ليه. المهم غادي تشوفوا الجوله وشنو كنت باغا ناخذ منه وشنو مشيت ناخذ منه، وغادي نتقاسم معكم واحد المشتريات اللي هما عجبوني بزاف، وان شاء الله كنتمنى انهم يفيدوكم. عفوا يفيدوكم. وكنرحب بجميع المشتركين الجدد في القناه ديالي، وكنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تديوش على شعري زعما راه بغيت نبوكليه. غسلته ودرتي واحد لاموس باش يتبوكلا. الساعه صدق ما هو مبوكلي ما هو نازل. المهم ما تديوش عليه. البنات واللي اول مره كتشوف القناه ديالي وعجباتها بطبيعه الحال تكون عجباتها وعجبها المحتوى ديالها، ما تنساش تشترك ودير زر الجرس باش توصل باي جديد، وما تنساونيش في لي لايك كالبنات وفي لي كومونتير. وهذه ملي جبدنا لي لايك غادي نقول لكم بان واحد البنت كنوجه ليها تحيه من هنا، راكي عارفه راسك كنهضر عليك، اللي مشيتي كدوري لي على الفيديوهات ديالي كاملين، كل نهار كدوزي 3 4 الفيديوهات وكديري ليهم ديسلايك. ماشي عيب البنات ان الواحد يدير ديسلايك يعني الحاجه ما عجباتكش، عادي جدا، يعني راه القنوات المعروفين وكتلقاو عندهم الاف ديال لي ديسلايك وعادي جدا. ولكن اللي غريب في الامر ان كل نهار يعني كل نهار كدوزي ليا 3 ولا 4 الفيديوهات كنلقاك درتي ليا فيهم ديسلايك. قني عليا كتعرفيني. ماشي مشكل، كنوجه لك تحيه ومرحبا بك مادام انك كديري لي ديسلايك والا راكي كتابعيني. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، هو هاد الكوفغلي كي غنسميه، ها هو كي كتشوفوه عجبني بزاف وبغيت نتقاسمو معاكم، وربما نتوما تكونوا مهتمين باغيين تاخذوا كوفرليات وتعرفوا الجديد فيهم. المهم هذا البنات خديته من واحد المحل في ضرب عمر، الصراحه الثمنات ديالهم زوينين، يعني هذا خديته ب 220 درهم، وشتهم بلايص اخرين ثمن اكثر من هذا الثمن. هذا الصراحه الثوب ديالهم زوين زوين رطب. ها هو انا خديت هذا اللون على حساب بيت النعاس ديالي. ها هو فيه يعني دو فاس، كاين هاد الفاس هذا وكاين هذا، زوين بزاف حتى يعني حتى الملمس ديالو رطيطب. المهم انا وريته لكم غير باش البنات اللي باغين ياخذوها ولا مهتمين باش ياخذوا فكره على الثمن. البنات راه كاين في بلايص اخرين كيدير 300 درهم و 290 درهم الفوق. المهم انا قلت لكم من ضرب عمر قربوا قلبوا على المحلات اللي تبيعوا بالجروب راه غتلقاوها عندهم بهذا الثمن. وخديت حتى هاد ليزار هذا، حتى هو البنات زوين التوب ديالو رطيطب، حتى هو خديتو نيت لهاد الكوفرلي باش ندير هاد ليزار من التحت. هذا راه فيه جوج مخدات البنات، وفيه ليزار اللي تيركب اللي تيلصق في الكواف، وعاد ليزار ديال الغطا. هذا البنات خديتو ب 120 160 درهم، 3200، وفي بلايص اخرين راه كيديروا 200 درهم للفوق، كاين 200 درهم، كاين اللي كيبيعهم ب 230، كاين اللي كيبيعهم ب 250. المهم هذا راه خديتو ب 3200 يعني 160 درهم. قلبوا البنات في ضرب عمر في المحلات اللي تيبيعوا بالقروره تيبيعوا هذا الشيء رخيص. تقاسمت معكم البنات عيب باش تستافدوا على حساب الاثمنه، حيت راه عارفه الصيف دابا والبنات بزاف كيبغيو يشريو لي زور لي كوفغلي خفاف للناموسيه العريسات. المهم قلبوا على البلايص، انا راه تابعه غير رخا، البلاصه فين ما كان شي حاجه رخيصه كنتبعها. علي عطيني ماما عطيني عرفتي. وبغيت نوريكم حتى هاد خداها ولدي تيلعب بها، هاد المصلوح هذا البنات راه واعر، كانوا داروه في بيم، زعما الصراحه اللي خاصها مصلوح ولقاتو في بيم تاخذو وتزعم عليه ما غتندموش عليه. ها هو كانوا داروا ليه 199 درهم، ولكن يستاهل راني جربته. ها هو البنات راه زوين، تيجي على هذا اللي تيتحط عليه، وهنا كيتفيكسا يعني الا بغيتي تفيكسيه. فيه واحد الحاجه هنايا سمحوا لي، فيه واحد هذا باش كتقدر تحلو ياكو، وكيتقدر عاوتاني الحاجه اللي زوينه فيه انه هذه كتهزوها حتى الفوق، وكيقدر يخدم حتى لاسلكي. ها نتوما
يعني بالنسبه الا بغيتو تصلحوا لي زور شي يعني شي حاجه كبيره، الريدوات شي حاجه كبيره والبريز ما غيوصلش ليكم، انتم كتحيدوه وكتصلحوا بيه وكتعاودوا تربطوه يسخن وتحيدوه وتصلحوا بيه. راه تيخدم بالبخار زوينه البنات، راه جربت صلحت بيه 3 المرات عاد باش جيت نتقاسمه معاكم. راني كنت شفتو في واحد لا فيديو كنت كنصلح وقلت لكم راني تخاصني نصلح، ها هو الحمد لله داروه في بيم وثمن مناسب، زعما البنات الا كان خاصكم مصلوح وعاودوا داروه في بيم غير خدوه ما غاديش تندموا عليه. هنا السلاوي المشتريات ديالي، يعني المهم تقاسمت معكم غير الحاجات اللي هما مهمين واللي شفتهم غادي يفيدوكم، لا من ناحيه الاثمنه لا من ناحيه لا كاليتي ديالهم. غادي نخليكم دابا دوزو تشوفوا الجوله اللي درت لكم في هذاك المحل وتعرفوا على شنو كنت باغا ناخذ وشنو غادي نمشي ناخذ منه ان شاء الله. وكنعاود نوجه تحيه لمولات ديسلايك. رانا ما كاعياش البنات، راه غير واحد الحاجه طارت الانتباه ديالي حيت فعلا كتير الانتباه وقلت نهضر عليها وصافي. هنا البنات دخلت لهذا المحل كنقلب على شي رشاشه للحمام وبغيت شي روبيني الكوزينه بغيت نبدلهم، فقلت علاش لا نصور لكم ربما شي وحده فيكم حتى هي باغا تبدل شي حاجه تاخذ افكار لا على الموديلات اللي كاينين ولا على الاثمنه. انا البنات راه ما شريت من عندهم والو غير شفت، يعني بغيت ناخذ فكره ونمشي نشوف بلايص اخرى ديك الساعه نقارن ما بين الموديلات وما بين الاثمنه وعاد نختار ديك الساعه شنو غناخذ ان شاء الله. ملي غناخذ شي حاجه غادي نتقاسمها معكم. بالنسبه للكوزينه البنات بغيت شي روبيني بحال هذا اللي تيكونوا ماشي هذا بالضبط حيت هذا فيه هاد الكحل هذا ما عجبنيش فيه، المهم بغيت بحال هاد الشكل هذا اللي تيكونوا عاليين. كنت شفت واحد الموديل في واحد المجله الصراحه مازال ما طحتش عليه، يعني مده هذه وانا كنلوح عينيا كنقلب مره مره ولكن مازال ما طحتش على داك الموديل، كنتمنى نلقاه اولا نلقى شي حاجه اللي كتشبه ليه. بالنسبه للرشاشه ديال الحمام بغيت نبدلها ديال الضيوف، عندي رشاشه صغيره شويه بحال هذا الشكل هذا اللي باين هنايا غير بالروبيني والرشاشه، بغيت ندير شي حاجه تكون كبيره عاطيه للعين. كاينين زعما موديلات بزاف واثمنه مناسبين، ماشي غير مناسبين انا بانوا لي اثمنه رخاص بحال هذا الشكل هذا اللي بغيت ندير في حمام الضيوف، عندي تقريبا بحالها في الحمام الاخر الخاص بيا ولكن ضاير ماشي مربع. وبالنسبه لحمام الضيوف بغيت ناخذ ليه شي حاجه تكون مربعه بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ما زعمتش ناخذ، قلت بلاتي تنشوف بلايص اخرين ونشوف الاثمنه علاش زعما هنا الاثمنه مناسبين، يعني واش ملي كيكون الثمن رخيص الحاجه كتصدى ولا ما كتصداش، واش ممكن نلقى شي حاجه بثمن مناسب وتصبر ليا داكشي. وحتى بالنسبه للموديلات داكشي علاش ما بغيتش نتسرع. وصورت لكم البنات راه عندهم حتى الفوق هنا لتحت خاص غير بداكشي ديال الحمامات والمهم داكشي ديال الدار عموما الجردة وداكشي الدريات وكلشي. وبالنسبه للفوق عندهم المواعن بزاف وعندهم الديكورات زوينين الصراحه، راني صورت لكم. انا غادي نخليكم باش ما بقاش مصدعكم بلا 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 بلا، تفرجوا على خاطركم. Thank you.
البنات، واخا قلت لكم خليكم تفرجوا في الفيديو على خاطركم بلا ما نصدعكم، انا رجعت لكم عاوتاني اللي فيا ما هناني. المهم اللي بغيت غير نقول لكم، هاد المواعن ديال الخشبه البنات راه عندهم زوينين بزاف وموديلات مختلفين، والاثمنه راه جد مناسبه الصراحه. انا شفتهم في بزاف ديال البلايص، الثمنات طالعين عليهم، هما الصراحه عندهم اثمنه زعما اللي ما بغاش يبدل المواعن ديال الكوزينه ديالو صافي. وبالنسبه للناس هذه اللي تيدار فيها اتاي، المهم كيديروا فيهم دوك لي كابسول ديال القهوه داك تخرميز كامل. ما كرهتش الا كتعرف شي وحده فيكم فين كيتباعوا موديلات يكونوا زوينين تقولها ليا حيت بغيتهم. واللي حتى الانتباه ديالي عاوتاني هما هاد المواعنات البنات، انا ما عرفتش هاد واش كيطيبوا فيهم الناس ولا شنو، هما الصراحه ثقال. شوفوا هاد البنات بحال الحك ديال السردين والله الا بحال الحك ديال السردين، فيهم كاسرونات، فيهم قالي، فيهم قاميلات، ما عرفتش واش ديال الطياب ولا غير ديكور والله ما عرفتش، وراه ثقالين ثقالين نيت ديال بصح. يمكن غير ديكور كيتحطوا في الكوزينه، لا الصراحه الا كانوا ديكور راه زوينين كيتعلقوا. وعندهم هاد الشيء ديال الورد اللي تيبغي يزوق الحمام ديالو ولا الكوزينه ديالو ولا الدار ديالو بهاد الشيء. هنا غادي نخليكم، يا ربي تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ديالي، ما نكونش دريتكم في راسكم بقوت الهضره. غادي نقول لكم باي باي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.